درة اسمعيني، تخيل انه انا اليوم اريد اطلع كده في العراق، صح ولا غلط؟ لا شو تلبسيك بالعراق؟ ما ذات سواي انا طلعت من العراق. ليه؟ جتني تهديدات من احزاب اسم الدين. هنقتلك. ايه لا ده كان التهديد؟ حلمون. ده كان التهديد بالقتل؟ ايه يعني جم قالوا لك يا تلبسي مستور يا هنقتلك؟ تهديد، ما اريد ادخل في التفاصيل.